يا سلام، عشان قلت بس بس ابقى العمه بسة. اي ومحدش بيبسبس لي غير العمه بس. يا بنت ركز يا بنت، مين اللي انت تبقي نور عينه؟ ست ام امي. ست ام امي؟ ودي ستك ام امك دي انت حضرتيها؟ لا بس امي قالت لي يا هانم انت نور عين ست ام امي. يا بنت اذا كانت ستك ام امك دي ما تتعمشى قبل ما امك نفسها تتولد. يا بنت ركزي، مين اللي يبقى نصك التاني؟ حجة تسالي. ازيك يا حجة تسالي؟ هو في حجة واسمها تسالي؟ ده اسمها يا جب ما قبلها. يا بنت ركزي، اقول لك انا مش بنت. مش بنت؟ ما بغيتش الناس يا حجة؟ فرطت في نفسك يا حجة؟ ياه خرب بيت مطنك، بس هتلم علينا الناس. فرطت في نفسها، دي عندها 12 عيل حجة. تعالي. ده شخط عربي. وليه ما كنتش عربي يا بهيمة؟ ليه؟ قولي لي تفسير واحد، ليه ما كنتش أنا عربي؟ كمان عربي مش محجب يا ستي. ربنا هداني، سمعت عمرو خالد ويا ربنا هداني. بس عربي وشه مليان حبوب نطرة في وشه. طلعتها زكاة رمضان. طب عربي بقى السنة بتاعته مفرقة كده مش مفرقة كده؟ يا بنت والله عربي. أقول لها إيه؟ يا حاج قول لها إن أنا عربي. يا أستاذ سيبي الشيشة وقول لها إن أنا عربي. يا جاموسة أيوة قولي لها. يا جاموسة بتقول لك صاحبتك هتقول لك إن أنا عربي وهربان من الطار. بس بس فتحت نفسك يا عربي، وحشتني قوي يا عربي. بزيادك كحريت يا بيت. كحريت؟ خلاص ما تزعليش، ما أقدرش على زعلك. فين الضحكة الخبيثة اللي أحبها؟ ضحكة الخبيثة. وانا اقول ابوكي مات بالصرع ليه؟ بقول لك ايه؟ عايزك في حته من الداريه. لا ما تجيش على الحام كده. يخرب بيتك انت، كل تفكيرك كده بلس 18. يلا بس بسرعه. استني اخش حاسب الراجل واجيلك. لا اسكت يا سيد، شيشته مفرقة على حسابي. يلا خدي هنا. تبتيجي القهوه تشيشي؟ 2 و4 بس لما يكون سيداه. طول عمرك محافظه يا بيت. تعالي تعالي. بقول لك ايه؟ مش ناوية تحضري دروسي معانا؟ يا رب يهدين. بقول لك ايه يا بنت يا هانم؟ قولي يا سعاره. ما عندكيش قراب اسود يليق على الطقم اللي انا لابسه؟ نهار اسود لو انت مش لابسه. لا ده شعر رجلي. يا ستر يا رب، ايه اللي جرى رجلك يا سعاره؟ بالهرمونات طفحت فين؟ من الحرمان يا بنت. يا بنت تحسي بيا؟ اقول لك عايزين نقعد في حته من الداريه، جايباني في غابه؟ لا مالي بقى. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا في قرار خدته مش هرجع فيه. قول يا سعاره واني معاه. انا هسافر يا هانم. هتسافر وتسيبني؟ هعمل ايه؟ ما البوليس بيدور علي عشان يحبسني، واهلك بيدوروا علي عشان يخلصوا علي. يا مراري! وانت بتدور على اي مصيبه عشان تصوتي وتلم علينا الناس. اعمل ايه يا سعاره؟ ما انت عايز تفوتني، وانت اصلا ما عملتش حاجه عشان تهرب. هفضل هربان لحد ما اثبت للناس براءتي، لحد ما ينزلوا في كل الحقول والميادين ويقولوا عربي بريء. خلاص يبقالي معاه. مش هتستحمل يا هاني؟ هستحمل. يا بنت مش لما تعرفي هتستحمل ايه الاول؟ هستحمل ان شاء الله. مش هتستحملي تعيشي وياي؟ هستحمل. وهنفضل هربانين من الحكومه؟ هستحمل. ومش عارفين هناكل منين؟ هستحمل. لا الا الوكل. افهم من كلامك انك زي عين الشمس، اتكل على الله يلا، ولما تبقى تظهر براءتك ابقى تعالى يلا. أنا متوكد إني لو قعدت 10 سنين برا هرجع ألاقيكي مستنياني مكانك، عارفة ليه؟ عشان بحب. لا، عشان أنا هقوم دلوقتي ومش هتلاقي حد يقومك. أهون عليك يا سعربي. تهوني علي؟ ده هسيبك لحد ما يعملوكي مقام هنا. أخص عليك يا سعرب. لا مش أهون عليك. ولا تهوني ولا نيلة، اتكل على الله يا بيت. استنى يا سعربي. شش. يا سعربي. طب بقول لك هستناك لحد امتى؟ لحد اما تخسي. خسرتك يا سعار، يبقى مش هشوفك تاني. خلاص احنا هنعسكروا هنا يا رجاله. طبعا هتسالوا نفسيكم انا جبتكم هنا ليه واخترتكم انتوا بالتحديد ليه؟ اخترتكم انتوا عشان اخطر مجرمين في موريتانيا، وجبتكم هنا عشان نبقى مطاريد للجبل،
ما هو مش معقول يبقى عندكم جبل من غير مطاريد، ده حتى عيب والله، زي بالظبط كده لما يبقى فيكم باوند من غير امن، ينفع؟ والله ما ينفع، قصر الكلام. احنا هنعمل هنا معسكر تدريب صغير، هنتعلم فيه ازاي نقتل ونسرق ونقطع طرق، واللي عنده موهبه هيمارسها، اللي حابب يعزف كمانجه، اللي حابب يرسم اصحابه مع الجمل، اللي حابب يتعلم لغه وماله، انا بعزكم والله زي عيالي بالظبط، طول ما انتوا بتسمعوا كلامي ومتنحين كده في وشي انتوا حبايبي، انما اللي هيخرج عن طوعي ربنا يسامحه، مش هعمل له حاجه، اصل انا طيب والله. اهم حاجه قلبكم يبقى ميت عشان تنزلوا معايا مصر وتاخدوا بالطار ويايا، وبعد ما تخلصوني من الطار هسيبكم تتدلعوا في مصر، اللي عايز بقى يروح دريم بارك، اللي عايز ياكل من تبستي، اللي عايز يركب توك توك يروح المرج الجديده ويلف القديمه، علي الطلاق بالثلاثه لظبطكم احلى تظبيط. ايه ده؟ في عربيه جايه هناك يا رجاله، ده اول اختبار حقيقي ليكم. ورايا يا رجاله. انزل. عربي عمي يا دي الحظ الاسود، اول واحد اثبت ويطلع عمي، مش مكتوب عليك الشمال يا عربي، اركب يا عم اركب، عدوه يا رجاله ده عمي عدوه، خد 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 تعال، اللي عدوه ده عمي اللي جابك موريتانيا. موريتانيا؟ دي انهي بلد يا ولدي؟ انهي بلد؟ انت جاي نايم في الطريق. نايم ايه؟ انا جاي اقول لك ان ثبت براءتك. صح والله، وتصالحنا مع اهل عروستك كمان. الله اكبر. وابوك بعتني علشان اجيبك معاي. طب وليه اتاخرت في الخبر ده؟ يجي سنتين، ده انا اخذت على الناس هنا وعمال اسخن فيهم الصبح، اقول لهم ايه دلوقتي؟ اقول لهم ايه؟ اي حاجه. طب اركب اركب وانا هتصرف، اركب اركب. ايوه يلا هتفضحنا. اسمعوني يا رجاله، أنا خمس دقايق هجيب كارت شحن وراجع على طول. افتح له اللوك، افتح اللوك. حاجة لمنير بقى على زوجك. يلا. موريتانيا بقول عليها. ربنا ينتقم منك يا خال. هو السبب في كل اللي حصل دي. ده هي تاخده مطرح ما هو مرزي، أنا نفسي أفهم هو كان شارب إيه ليلتي. مفيش، كان متهجل في السيفن. هو السيفن يعمل كده؟ وأنيل من كده، ده أنت ما شفتيهوش وهو شارب مرنده. لا بيعمل إيه؟ كان تيتا تقول لنا ابعدوا عنه، كان يشرب مرنده ويخنق في الوز. يمه، لا ده ينخاف منه ده، وجايبهولي يوم فرحي. اللي جايبهولك يوم فرحك؟ وأنا جايبه نمرة، ده جاي يرقص هو، ده خالي يا بيت. خلي الشم واللو. خلاص، خلاص يا بت، مشاكلنا اتحلت. بلاش نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله جراح وما دمت في حبك. خلاص يا هضبي، خلاص يا اخويا، وبعدين مشاكل ايه اللي انحلت؟ ايه؟ والمصيبة اللي احنا فيها دي مش مشكلة؟ أنا نفسي أفهم بس ايه اللي بيحصل لنا ده يا رب؟ والله العظيم الجوازة دي فجر مربى، فجر مربى، أنت عارف؟ أنا شاكة إن البت صفاء عاملة لي عمل، اكمنني سبكتها واتجوزت قبليها. صفاء هي صح، هي صفاء اللي عامله لك عمل، صفاء اللي عندها سبع سنين هتعمل لك عمل؟ ايوه ما تستهونش بيها، دي صغيره بس كياده. هتكيد منك فيا، كنت بتسرقي منها الزمزميه. يا بنت خلاص خلينا في موضوعنا. موضوع ايه يا اخو؟ موضوع اللي اي اتنين عرايس هيتكلموا فيه لما ينقفل عليهم باب واحد. أديك قلتها يا عم الفراك، لما ينقفل عليهم باب واحد، لما يبقى لهم شقة ومقفول بابها، لما يبقى عندهم باب، وأنا نفسي ألقى باب بدل الطل ده، يا رب يا عربي. خلاص نفسي باب. اهدي، هقتلك واتفرك هنا. ماله الطل يا بيت؟ شفتيش أفلام أو الدور قبل سابق؟ ايه يا اخويا القط توت دي؟ القط توت؟ والله العظيم انا ابني صار ما اني واقف اتكلم معاك، انت ما ينفعش معاكي كلام، بقول لك ايه؟ تعالي نشوف حته في الغابه مداريه وانا اقول لك ايه القط توت. فيها واكل؟ فيها واكل؟ اه ما انت مش هتيجي غير بواكل، تعالي انا ايه؟ هربط لك جزره وانت تيجي ورايا. تعالي تعالي. عظيم بقول لك ايه يا بلسم باشا؟ اه جبت المسدس معاك؟ اشمعنى؟ بفكر اقتله واخلص من الزن اللي انا عايشه فيه دون. وانت يا بنتي خلاص القتل بقى بيجري في دمك، بتستبيحي ارواحنا. لا بص ايه ده؟ ايه ده؟ ده يا جماله يا جماله قرد. لا ده شمبانزي يا جدع. قرد يا عم شمبانزي اهو. قرد والله انا كان نفسي فيه من زمان. يا سلام
بس بقى الاحسن تكون مفترسه. لا يا عم دي اليفه جدا. اليفه ايش عرفك؟ اه والله هيك. إيه؟ هو انت تعرفها من قبل كده؟ هو حاسس ان في بينا الفه. بس هنا حلو قوي. هنا يا سعربي؟ ايوه ماله هنا يا بت؟ ده هنا حيث الخضره والهواء والحجم الحسن والطبيعه الخلابه اللي بتخلب الواحد. طبيعه خلابه ايه يا اخويا؟ وبالنسبه للصوت المرعب اللي انت سامعه ده صوت ايه ده يا عربي؟ يا بت ده صوت انيني وعذابي وجراحي وبيدك انت دول تعلي الصوت او تعمليه ميوت. ايوه يا سعربي بس يعني الموضوع ما يجيش خبط لزق كده. امال يجي ازاي يا خبره؟ لا يعني لازم تمهد لي الاول. امهد لك الاول ايه؟ وانا راح اقدم على شقه في اسكان الشباب. ما تخلص يا بنت انت مرتي. طبعا اقل يعني البس لك حاجه حلوه. موافق بس هتجيبي منين الحاجه الحلوه اللي تلبسيها دي؟ ماني عامله حسابي ولابسه الهدوم تحت بعضيها. صح والله؟ ايوه. يعني التخن ده مش لحوم وفراخ، ده طلع هدوم؟ ايوه. طب يلا يلا اقلعي بسرعه. اهدي يا سعربي اخص عليك، انت طلعت حيوان زيهم. ليه كده؟ ليه كلكم طمعانين في جسمي؟ مين يا بنت اللي حيوان زيهم وطمعانين في جسمي؟ مين دول؟ ما فيش حد والله، ده انا سمعتها في فيلم قلت اقولها لك يعني. اه طب ما تقوليش اي حاجه بتسمعيها في الافلام عشان ما تكتبيش زي اندي بيدك. حاضر يلا بقى تضير. لا مش عايز. يلا تضير. خلاص هتضير، ده انا هتضير على نفسي. مكسوفة؟ ايوه. اه ما يبانش عليك انت تتكسفي. عصفورة. شوف بتبص لنا. اه انا بسرع فين؟ تعالي يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. بقول لك ايه يا استاذ فرج؟ ايوه. اعترف احسان لك. اعترف انت كنت تعرفها من قبل كده هون صح؟ لا والله انا حاسس بس ان فيني بيني وبينها الفه. بس بص زعلانه. ايه ده؟ لا 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 نشرب بيها. هات لي ازازه. هات لي ازازه يا بنت الحراميه. هات لي ازازه. ما تخلص يا بنت اخلصي، ده انا بغلي ولا كوبايتي الشاي في الكتل. انا خلصت اهو، بس غمض عينك احسن انك سوفي. يا على الاثاره والتشويق ماشي اهو. اوعى تبوظ. ليه هو انا عبيط؟ انا جاي اهو. يلا بقى خلاويص. اوبا ما غيرتيش ليه؟ ما غيرتش ايه؟ ما انا غيرت اهو. هو ده اللي لبستيه؟ فين يا بت اللبس بتاع اللي بشوفه في المحلات دي، اللي هو يبقى لبس الطيجر واللبس اللي هو ابو دي الحدايه واللبس الميتاليك ده؟ في حاجات كده حلوه، مش كراسه الرسم اللي انت لابساها دي. كراسه رسم؟ ده انت ما تعرفش انا حفيت قد ايه عشان القى القطعه دي. دي كانت وان بيس، وانا لله الحمد فضلت ابرم لما لقيتها. ولعلمك انا لو ما كنتش لقيتها كنت رحت للاستاذ هاني البحيري وكان عمل لي احسن مني، ويمكن بسترس كمان. يعمل لك ايه يا بنت؟ ده كبير ويجلدها لك. والله كراسه رسم. صدق بالله انت دايما كده ما فيش حاجه عجباك، ودايما كده تكسر نفسي. خلاص خلاص ما تزعليش. طب بقول لك ايه، تعالي نوصل لحل وسط. اقلعي حته كمان عشان تغريني. ماشي انا هقلع عشان خاطرك، بس عشان تبقى تيجي تاني. وانت بتربي زبون، ما تخلص يا بنت. اهو يا لهوي خد. انا حاسه اني مكسوفه قوي من غيرها والله. مكسوفه؟ حقك وماله يا دي النيله، وده وقته. بقول لك ايه، طلعت خلاص. اقول من الاول جو. مكسوفه حقك وماله. بس مكسوفه من مين؟ ده عربي جوزك وانت حلاله، يعني من حقك تشوفيه بمايوه وبسرواله. ده اللي يتجوزك يا هانم يبقى هنياله. مش يلا بينا بقى؟ اصل انا حاسس اني حاسس اني لا 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 له وعربي. يلا بقى. لا لا يا لهوي يا لهوي، خبوا عنكم خبوا عنكم. افضحتي انتوا موجودين هنا من متى؟ من اول لا 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 له. عرفتوا الطياره وقعت ليه يا اساتذه؟ عرفنا يا حظابط. يا جماعه بلاش نظراتكم الدباح، بلاش تفتحوا عين الطفل الصغير على الحشات دي. ليه؟ خليه يشوف.
خليه يعرف حقيقة أبوه.